بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تخيرتم السلام يا ملك تدافع عالم كسكو تين دلتوب يدي بتوب آدي أدوان سرح سومالا لما كسومالا سحوب أه أي الله وهذا هيا إلا أنتي بدح وانا غانا كتيمين السومالا مصبح عبدي ودل كيتوبيا وكعتمي ولقل العراقات دول دي توبيا يوليبا امو يوهي بركال ايو هولوها سي وحا اي عالم كأو لن إندهوغا يكسو جايسي دولد سوماللا يدالك سوماللا إني الدورش فنوسو فضل إذا هايس تحت وقنو فمر ولي واحد دونيا إنان استوتهاغو أرن مهيمة وولي واشعب كرير سوماللا إعوضينا يا آن شعاله إنان ما تلقان واشعو عدتان آن إليه أعوضينا سببتان إذين ليه أعوضي أيان دونيا ما تلقان يتكلو ذاقر لمانتي رير سوماللا فرينتو هذيك اللي كسوتها ما دام ادوك عودينسان انا وحويه وحا مهم اه ان سياسه جيسك افريكا سيبا سياسه سومالان يو ودمه انو خيران اي سومااليا كميتahay يي دوله مصر او هادا كسوبيرتي ان ان اوغانو يي وخا هلكا كسو سوقدا ان ان فهانو اي لو باهي لما توين اوغسونahay وخا اردو ان ود اوغنahay ان 13 نوفمبر دورشه لغلاي انو دورشه وخا كانتahay افتي لا قادايو إن قارك تمر السومال لان إسكربته كوم سانا وارك أرتي ذا نيجويا لكن دور شباك وشيك طيب ما تحدون إن إذا شيءه سببته أنو بان ولا يهاي عدة الله عليه محايس تهاي سببته دور شيء نقولينه أنو دور شباك حركينا أفتت هاي واحد كلون أجنه هاي إن دولة إثيوبيا هي دولة مصر علاقات كوان فعنا ثاني ونقوله سببتنا وين أغنى هاي وعرضة خصيصة بيحرينكا إثيوبيا إيو وليبا ونبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث نبوية وإنو قدقي وحمات الجيسك أفريكا كسعودة صلى الله عليه وسلم علماء الصوماليات وحي هايد إن فرينت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو قدقي وحي باقر إن أي دتك اللو ذا كان بعيد علماء الصوماليات مع علماء السومال لكن ما تبحث على نجوا أنت ما غش هو ما غش أنت هن بغلنا إني ما تبغى غش دقنيت ونبي ونوجد جاي صلى الله عليه وسلم أردت ما تكون جذا من جيس أفريقيا إياك اللو بهي إن الصومال أي سكتهكتو ومهمة واللو بهي سياسيين تنا في الصومال إني أردت أسيس في عن أجان وأدوحان أردتها إذا النبي صلى الله عليه وسلم ونوغده طيب إذا ودى مصر أي سواء عقادة تدالك الصوماليا وحي خطر جنسة شعبك الصوماليا أو نمبيده أي خطر جنسة سيبا كونفورت الصوماليا محال قدوة دور هير سومالان هير سومالان إياد دور مهمد واحد هير سومالان محال قدوة نبي قال عليه الصلاة والسلام أردوه إنه قد يجي انتقى أما حرب لغو قادو دالك إثيوبيا وإنه قد يجي نبي قال عليه الصلاة والسلام وإنه قد يجي إن دالك إثيوبيا تقال لقل بروفيسور دكتور راقب أورنتي آد وغهل يارن تايدا كنبرارو تنية إن دتك مسلمين تي وحي النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه قد دي إن لقاتو سياسيين تلفتوا ويكو لقمان ويقاتان مركا وحان لايه هاي وحان لايه هاي شعبك رسو مالا رسو مالا وحان لايه مركا عدانيسان هو إن البرتان محا عدانيسان محا كدن بيا عدكي عدك جيان سيا صوب صوبت أسيري محيطه هذه أنا حلك أوعديه محاد عيا هذا حاجة أوعديه محاد عيا عدا أوعدنا يا وايو حلك هاي إيه وطة ومهم قفك بين آدمك إنه حيسويتيه فريت ما تنيك إنك صعد الرسم هلا فمهم كأنا قاعدين الرسم هلا سئ إنه جبت بعد نطلع الكاسي فاشحن إلهي سبحانه وتعالى حكرتين أنا ودعن هذي أود عسين وجبت بعدنا وأين إنجا إيو توبيا أنا حرقو في نجا دحدعن
waxa muhiim ah hishaamka reer Soomaaliland ay digniinta nabiga kaleey saatu salaam ay qaataan inay u codayaan xusbiga talada haya hadda ee wada hadalka la furay dalka Ethiopia inuu sii socdo wixii dantu inuu jirto hadaynu reer Soomaaliland Soomaaliland aanu nahay waa inuu raaxna hatta nabigeena kaleey saatu salaam ayaa inooga digay in dagaal lagu qaado ardul habash waxa la dhigaysatan دكتور راقب وكهد ليا تقنيتي النبي عليه الصلاة والسلام يوحي كيري وحان شعلان لها علماء الرسول سومان لان إن حديث هذا ساي كهد لها وشعب كي سياسيين أي وعي قليا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحي أنه قد ديقي إن أين قادن ويا هدي أين قادن وينو وحا هدو لقه ليا وحا نغانيها وحا خطرة رب الله نسل لي سنو شيخ راقب أو بروفيسور راقب وكهل ليا تقنيتي النبي عليه الصلاة والسلام وينوص وقدري أمة المسلمين تأ إن أي دجال أما حرب أي لقي هذا الكتاب طاش واحد تحذيرات في السنة النبوية عجيبة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الوقوع في أخطار معينة في المستقبل الواحد ممكن يكون مستغرب جدا كيف يكون هذا التحذير لكنه صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه من علم الغيب يحذر الأمة المفروض تنتبه إلى مثل هذه الأمور بقوة من هذه الأمور تحذير المسلمين من حرب الحبشة اللي هي دلوقتي دولة إثيوبيا طبعا تاريخيا ممكن تكون بتضم اريتريا بتضم جيبوتي اجزاء من الصومال لكن المقصود بها بشكل عام دولة اثيوبيا والرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث في السنة النبوية يحذر من حرب هؤلاء القوم ان دقنيتها رسولك صلى الله عليه وسلم وينوشي ان لقو برارو شعب هي السياسيين والمهم سيسوعنا واتركوا الترك ما تركوكم الترك طبعا مش الاتراك اللي موجودين دلوقتي الترك عرق الترك بعضه اسلم اللي هم موجودين دلوقتي او السلاجقه او يعني كل الاعراق العثمانيين او غيره اللي اسلموا من الترك وفي اعراق لم تسلم زي التتار وزي غيره من الاقوام اللي عايشه في وسط اسيا او في شرق اسيا ولم تسلم بعد فهو بيحذر بشكل عام من تهييج هذه الاقوام الحبشه والترك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم حتى ودعوكم دي بعض الروايات أو بعض المصادر زي في شرح مصابيح السنة بيقول إنها ناقصها ألف وعد من النسخ فالأصل فيها ودعوكم ودعوكم يعني سالموكم والآخر المعنى واحد إن طالما إن الحبشة لم يعتدوا عليكم فلا تهيجوهم بالاعتداء عليهم وأبو داود أفرد لهذا الموضوع باب في كتابي في سنن ابي داود وسمى الباب ده النهي عن تهييج الترك والحبشه ان انت ما تستفزش الناس دولت لحرب وفي روايه مطوله للنسائي نفس الروايه ديت بس فيها شرح طويل قال ان هذا الكلام قيل في غزوه الخندق ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من حرب الحبشه في غزوه الخندق وذكر قصه طويله جدا ذكر فيها الموضوع احنا كلنا عارفينه بس مش عارفينه بخصوص الحبشة عارفينه بخصوص فارس والروم انه رفعت له صلى الله عليه وسلم مدائن قيصر ورفعت له مدائن كسرى في كل حالة من الحالتين كان بيدعو الله عز وجل كما يطلب الصحابة ان يغنمهم الله عز وجل اموالهم وديارهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو بهذا الموضوع وتحقق الحمد لله فتح مدائن قيصر وفتح مدائن كسرى ولكن قال في نفس الرواية وضرب الضربة الثالثة ضربة حجر اعترض طريق الخندق فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة برضو طلبوا نفس الطلب يا ادعوا الله أن يغنمنا أموالهم وديارهم فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم
ما قالهمش استجاب للامر ودعا لهم زي ما دعا لمدائن قيصر ومدائن كسرى، لا، الحبشه قال لهم لا بلاش الحبشه، دعوا الحبشه تمام ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. حديث اخر نبه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا التحذير مستمر الى يوم القيامه، مش حاجه تاريخيه خاصه بالعهد اللي هو عايش فيه او خاصه بصدر الامه الاسلاميه والفتوحات الاسلاميه، لا لا، ده مستمر الى يوم القيامه. الحديث صحيح عند ابي داود واحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشه ما تركوكم فانه لا يستخرج كنز الكعبه الا ذو السويقتين من الحبشه. موضوع ذو السويقتين ان هو سياتي اخر الزمان ويغزو الكعبه ويهدم الكعبه حجرا حجرا، ده ان شاء الله نفرد له حلقه ثانيه كامله نتكلم عليها بعد كام يوم او كام بعد كام اسبوع. لكن الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذا السويقتين بشخصه، انما ذكره كرجل من الحبشه بقومه، بل انه قدم الحديث بالتحذير من الحبشه فقال في اول الحديث: اتركوا الحبشة ما تركوكم، ثم ذكر أمر ذي السويقتين. لا تعليق أو عدة تعليقات على هذا التحذير النبوي الواضح الصريح: اتركوا الحبشة ما تركوكم أو دعوا الحبشة ما ودعوكم. ليه؟ أولا ليه التحذير من الترك والحبشة تحديدا؟ العلماء قالوا فيها كلام كتير جدا، اختلافات ما بين العلماء في اشمعنى القومين دول بالذات. بعض الناس قالوا لشدة البأس في القتال، وبعض الناس قالت لان بيننا وبينهم يعني قفار ومساحات شاسعه من الاراضي ما بين المسلمين اللي كانوا موجودين في الجزيره العربيه او في المدينه المنوره مركز الاسلام ساعتها، وما بين هذه البلاد. الترك موجودين في وسط اسيا والحبشه موجودين في افريقيا، شرق افريقيا. وبعض الناس قالت لاختلاف الجو الطبيعه، الترك بلاد ساقعه جدا بارده جدا والحبشه بلاد حاره جدا. الحقيقه انا شايف دي كلها تفسيرات زي ما يكون كده مؤقته او مخصوصه بمرحله تاريخيه معينه، والموضوع اوسع من كده. العزيزي نقل، العزيزي من علماء القرن الحادي عشر الهجري، نقل عن العلقمي ومن علماء الشافعيه في القرن العاشر الهجري انه قال ان الحبشه بالذات، لان الحبشه بتملك منابع النيل وممكن توقف النيل عن مصر. سبحان الله، شوف من هذا الزمن وهو راصد هذا الموضوع من اكثر من 4 قرون بيتكلم في هذه القضيه، ان ده ممكن يكون ده سبب النهي، ما تهيكش القوم دول عشان ما يعملوش اذى لمصر او السودان نتيجه منع النيل من اثيوبيا. لكن انا شايف الحقيقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالغيب ما لا نعلمه، يعني مش لازم يكون في اسباب ومسببات واضحه لمنع هذا الامر، ان الشعبين دول بالذات، لان انا سمح لي ان انا اقاتل شعوب الفارس، وسمح لي ان انا اقاتل شعوب الروم، وهي ايضا شعوب قويه جدا في القتال ولها باس شديد، وبلادها غير طبيعه الاجواء فيها مختلفه عن طبيعه الاجواء عندنا، يعني تشترك مع هذه الشعوب الاخرى في امور كثيره. اشمعنى حذر من دي وما حذرش من دي؟ بالعكس، ده شجعك على فتح فارس وعلى فتح الروم، وذكر لك امور كتير جدا محفزه ومشجعه. اذا في شيء هو يعرفه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وده امر عقائدي، اكون انا عندي يقين ان التحذير هو اختار شعبين معين انه يعلم ان نتائج هذه المعارك هتكون سلبيه على المسلمين، فحذر منهم. عمر كان وان لا يحيى خير سومالي لان استحتوا نوفمبر si aynan arinta halista ah ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nooga digay. Wallaahi waxa uu nabigu ogaa inaan cid kale aan ogaan karin. Waxa uu nabigu nooga digay calayhi salaatu wasalaam waa arrin khatar weyn inaynu sida ku qaadanno oo aynu isgarab taagno. Musabbixi cabdi ayaa waajib nagu amaatayna xadiiska dartiina isku garab taagno, la'anna waxa weeyaan haddii aynu ka hor imanno oo aynu dhinac kale u codayno iyagoo dhinaca kalena ay yiraahdeen haday dhegeysta dhinaca kale maxay yiraahdeen, waxay yiraahdeen waxa aan la furaynaa oon soo celinaa wadahadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya soo celiyo, dowladda Itoobiya waxay ku arkaysaa inaad khatar ku tahay amnigeega, inaad garab siinayso dowladda Masar, inaad garab siinayso dowladda Masar maadaama Masar ay Soomaaliya u yeedhay oo Masarna maanta ay joogto Soomaali Muqdisho. Haddii faan Masar iyo Itoobiyana cilaaqadkooda aanu fiicnayn,
مصر إثيوبيا وإن بدن مصر يكون دعوني سي إن السدك أما بيحرك إن تقيسه لكن ما يدع ما لقيا أمريكا أمريكا هل يستدل هذا إن إنه ما دام أي مصر ماشي أي تني إن إنك أدم لهي سومالا إثيوبيا إن عدو نورته ما فينا إن إنك إثيوبيا تقارن غير أحرق ما فينا هو وحي النبي عليه الصلاة والسلام إنه قديم